والفينير ليه ضمان؟ ليه ضمان؟ دي كام عندنا سنة؟ لا لا ده بجد والله، ليه ضمان وكام عارف بقى سنة؟ الذكاء المصري بقى، ليه أيوة ضمان؟ في ضمان، في سنة لا معانا بس ولا دي احنا مش انا اللي بفرغ. بص خد بالك، الفينيرز كل اللي احنا متعاقدين معاهم شركات عالميه، ما هياش شركات مصريه بس. فحتى انا بيجي لي ساعات حالات من خارج مصر عمل عندي فينيرز مثلا، او عملت عندي فينيرز الاسنان دي. طب نفترض حصل لها، نفترض يعني لا قدر الله حد حادثة فتح ولا أي بيها حاجة؟ ازازه بيبسي ولا يعني جربها واحده مش بتتعافى مسؤولين يعني. بس برضه بقى في ضمان؟ برضو هنا هو الفينيرز دي المفروض ان ضمانها لمده 20 سنه، الله، حصل فيهم اي حاجه، تغير في اللون، ترجع لك. حصل فيهم كسر ايا كان، بيتغيروا. طب بعض الحالات وحصلت معايا على فكره، ومعرفش هي بتشوفنا ولا لا يعني، بس هي ان هي عملنا الفينيرز بالشكل اللي هي اختارته، بعد ما ركناها قالت لي لا انا لو كان يبقوا احلى عليا لو غيرنا في الشكل كذا، لان هم اتعملوا اوريدي، غيرناهم كلهم فور فري. الله، يعني لو ما عجبناش يا دكتور طبعا نروح نغيرهم على اهم طول؟ حاجه، طب حلو اهم قوي حاجه ان الكلام الشخص عندي ده. طالع لا الاسنان مبسوط، طالع عنده ثقه في مبسوط. نفسه ان ليه اسناني انا مبسوط بيها جدا، او طبعا ببص لنفسي في المرايه انا مبسوطه بشكل اسناني. دكتور احمد كل الكنترول عايز الرقم بقى انتوا صماع الابتسامه. ايوه ربنا يخليك. فبالتالي لازم تكونوا الناس راضيه يعني. طيب دكتور احمد، في سن معين ان احنا ممكن نبيض الاسنان او ولا لا؟ هو مفيش سن، مفيش معنى زي ما قلت. حسب البروتوكول اللي انا محتاجه في قصه اصل تجميل الاسنان ده، خدي بالك معنى واسع كبير جدا، يشمل تقويم الزراعه، التبييض، اكتر من حاجه. حسب العمليه اللي انا محتاج ان انا اقوم بيها، حسب السن طبعا. يعني الفينيرز بنقول ان اقل سن ممكن تتعمل فيه فوق ال 21 سنه. طب حلو ان احنا رصه حلو. الاسنان خلاص كنا رحنا اكتملت. الجامعه او بالظبط. هي الاسنان فعلا ليها علاقه بصحه الانسان يعني؟ هي فعلا دي هنا بقى النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. ناس كتير مثلا بنشتكي والعياذ بالله، بعيدا عن اي حد سامع، من امراض القلب مثلا، بيجي يروح للدكتور الاخصائي القلب يقول له انت مشكلتك كذا كذا في القلب، وبيبتدي يعالج المشكله دي، سواء بقى مركب دعامه، يدي له ادويه، ايا كان علاج المشكله دي ايه. لكن الدكتور عمره بيقول له انت سبب المشكله عندك كان كذا. بعض الدكاتره يقولوا سبب المشكله عندك انت مدخن. طب التدخين وامراض القلب ايه اللي بيحصل؟ وجدوا ان 70% من امراض القلب سببها الاسنان. البكتيريا اللي موجوده في الجير وموجوده في البلاك اللي بيتكون على سطح الاسنان، اما بتمشي في مجرى الدم، لو حد مهمل جدا، احنا بنتكلم لو حد مهمل جدا، اول حاجه بتهاجمها بتبتدي تجمع طبقه البلاك دي، تبتدي تجمع على الوولز او الجدار بتاع الشرايين اللي في القلب، يبتدي يعمل لنا مشاكل كبيره جدا جدا جدا. طيب البكتيريا دي خد بالك هي بتمشي في مجرى الدم، بتوصل لاعضاء كتيره جدا من جسمنا، كل الدنيا زي الرئه، المخ، كل عضو هي بتروح له بتعمل فيه مشكله. ما للاسف عمر ما الدكتور لما رايح له عندي مشكله صدريه هيقول لي السبب كان اسنانك، خالص ولا تيجي في بالنا ما اصلا. بتتربط بالظبط بالظبط. فهي الفكره ان وجدوا لا ان انا اهتمامي باسناني هو اهتمامي بصحتي بجد.